طبعا غسان، يعني على وقع هذه التهديدات الروسية يتواصل زحف الجيش الروسي بشمال شرقي أوكرانيا، والهدف ضم قرى جديدة إلى سلسلة المناطق التي سيطرت عليها موسكو في خاركيف. إذا مشاهدينا، آخر هذه القرى هي قرية بيرستوف التي تبعد نحو 190 كيلومتر عن خاركيف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية. وتقع بيرستوف كما نشاهد بهذه الخارطة جنوب شرق مدينة كوبيانسك، هي أحد الأهداف الروسية طبعا بهذا القطاع. هذا ولم تتأخر كييف بالرد على الهجوم الروسي بإطلاق صواريخ نبتون واحد مضاد للسفن و29 قذيفة لرجمات فامباير صوب مقاطعة بلغورد الحدودية. غير أنه أنظمة الدفاع الجوي الروسي مشاهدينا أو الأوكراني قامت أو الروسي قامت باعتراضها بحسب الجيش الروسي.